سي مدن السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك كلشي مزيان؟ الله يعطيك الخير. الامور هانيه؟ راك زين صافا الحمد لله. الله يحفظك. كي داير السوق اليوم؟ الحمد لله حياك الله وعواش مبروكه. الله يبارك فيك. وسمينو. الله يحفظك. علينا وعليكم على الامازيغ مره وعلى العرب. الله يحفظك سيدي رشيد. مرحبا. نرحب بك جنة. الله يحفظك. الله يكرمك. واش كاين؟ كما كتشوفوا الحمد لله هو كاين واحد يعني واحد الاقبال قليل وهذا راجع للعطله اللي تقريبا البينيه ولا الاخيره اللي كاينه. والاخر هو الحمد لله هذا اللي يمنع ان الكليان ديالنا راه كيجيو بفضل الله تعالى وبفضل يعني هذا الاشهار اللي كديروا لينا والحمد لله حنا كنكونوا نحاولوا باش نكونوا قد المسؤوليه. الناس صراحه كتجي صراحه الناس كتجي. واش عندك شي جديد في التمور سي مؤدين ولا شنو النوع ديال التمور اللي عندك؟ الحمد لله كما كنشوف خويا رشيد غير الجوده كوم دابيتيد كما كنقول لك. هاي تبارك الله. هاي تبارك الله الجود بون كواليتي ولا بون كاليتي كيما يقولوا. تبارك الله. مجهول هذاك ديال البلاد؟ ديال البلاد هذا واه. كاين هذا كاين هذا داير هذا الريفيه. الريفيه واه. هذه تازرت. شحال داير هذاك تازرت الريفيه؟ 60 درهم. 60 درهم. المجهول شحال داير؟ المجهول واه الشريحه تازرت الشريحه. المجهول هذا داير 80 درهم. 80 درهم. كاين هذا الموين داير 50 درهم. هذاك الموين حتى هو ديال البلاد؟ هادو كاع ديال البلاد واه. ديال البلاد كاملين. هادو كاع ديال البلاد منتوج محلي بيو يعني طبيعي. بدون مواد حافظه. وكاين كاين منتوجات ديال برا. هي كيما هذه السفري يعني المساند الرسمي ديال الفقراء صراحه يعني كنشكروا العراقيين من هذا المنبر وكنشكروا الدوله ديالنا اللي فعلا موفره لنا هذا المنتوج اللي هو فعلا ثمن يعني مناسب يعني 18 درهم راه تقريبا متناول الجميع وعنده واحد الجوده يعني اللي معروفه انه تقريبا الا ما نقول 100% تقريبا السوسه والو سبحان الله العظيم. وكاين منتوجات اخرى كاين المصريه كما تشوف. هذا شو تبارك الله هذا بلح هذا باقي بلح. هذا البارح نقولوا رطب. هذا رطب لانه مكسام الطياب لان البارح مرحله من كاين مر من هذا الصبر. وكاين هذا ستوندار ديال تونس حتى هو حاجه مزيانه. وكاين كاين قرب هنايا كاين هنا عاوتاني مجهول كاين مجهول مويل هذا مخير هذا حتى هو مجهول مويل هذا دوك يمكن لك تذوق تشوف المذاق ديالو كي داير لان فعلا الحاجه بسم الله البيو كتكون عندها واحد الميزه. وهات الريفيه ها هي تبارك الله كيما ديما كوم دابيتيد كيما كنقول لكم ها هي تبارك الله. هذيك دايره 50 درهم اختي سلام لاباس الله يبارك فيك. ها تبارك الله دوك النوكا قولي الحاجه قولي. والحمد لله المهم السلعه موجوده اخويا رشيد. كما كنقول لك سوي بيانفوني شي المؤدي المؤدين راه ديما في الخدمه. لا مع الكليان. لا لا مع الكليان. 1800 بلاك 1800 شريفه كولي الله يسامح. بسم الله 36 دور واه واه. خويا المؤدين من خلال الحوار اللي درت معك واه انتبهت بان التمور الجزائريه غائبه ماشي غير عندك في السوق بصفه عامه. شنو الاسباب السي المؤدين؟ مجموعه من الاسباب اللي كتجعل التمور الجزائريه غايبه على الاسواق من بينها يعني الاشاعات وهي ماشي اشاعات هي يعني كان هذه حقيقه بان التمور الجزائريه يعني في المكونات ديال التربه كما كيهضروا الاخصائيين يعني كاينه مسممه من يعني من مخلفات الاستعمار انه هذيك الارض يعني فيها شويه ديال لي برودوي كيميك وهذا هو اللي رجع يعني خصوصا شحال ندير كشريفه خصوصا بعد الرفض اللي رفضتها يعني فرنسا ورفضوها بعض الدول الاوروبيه. هذا هو كما الحمد لله احنا ما عندناش معاهم شي ناس الشعب قهوه 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 نقولوا فينا فعلا اللي يفرق ما بين الشعوب راه الحمد لله راه ماشي احنا الحمد لله كتجمعنا اللغه كيجمعنا الدين كتجمعنا لي زابتيتود يعني ديال العرب عندنا بزاف يعني بزاف اللي كيجمعنا اقل اللي كيفرقنا صراحه. اما يعني هذا كنقول لك يعني من ماشي من وجهه نظر هذا يعني
يعني من هذه يعني معلومه ديال الاخصائيين بان يعني المنتوجات يعني التومه الجزائريه يعني من خلال التربه ديالها انها شويه يعني كما كنقولوا مسممه، يعني هذا راجع لدوك المخلفات ديال الاسلحه الكيماويه اللي كانوا كيستعملوا في اليبو. وحنا عند صاحب التمور وكيقولنا السي المدن كيقولنا الاثمنه ديال التمور، لقينا واحد من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج غادي يقول لنا الثمن ديال المجهول شحال داير في المغرب، هنا شحال داير؟ هنا داير 80 درهم 80 درهم، غادي يقول لنا شحال داير في لافرونس ياك. بونجور جو مابيل عمر بوشكاشيك، سو تمر لا جو لي اشتي 35 يورو ان بلجيك، اي كان جيتي ان فرانس مون بير ما دوموندي او تو لو اشتي باسكو ايل ا فيو كو ا كراي اي سو فوندي 19.90 لو كيلو مسكين لو فون 80 درهم. Tout ça, c'est les juifs. Merci. خويا المؤذن، يعني من خلال الجولات ديالنا في الاسواق وفي المحلات التجاريه لاحظنا بان اغلب المواد الغذائيه ارتفع الثمن ديالها، ولكن من خلال الراي ديالي بان الثمن ديال التمور منخفض ولا يمكن باقي هو ولا يمكن طاح شويه. لا خويا رشيد، بالنسبه لما يلاحظ بالنسبه لاثمنه التمور تقريبا يعني مستقر، ولا كما كتلاحظ هذاك ملاحظه محله، يعني كاين التمر اللي ناقصه ولا يعني لان فعلا الناس ما عندهمش قدره شرائيه، لا بليبار ديال يعني البوبل يعني المغرب ما عندهمش القدره باش انهم يشريو التمور اللي شويه غاليه، هذا هو اللي كيجعل يعني كيجعل الطلب شويه قليل على التمور، يعني ملي كتكون شويه التمور يعني بكثره كيكون فعلا الاقبال عليها، وهذا النقص يعني اللي كاين راجع كما كنقول لك قله التساقطات. ويعني دابا من خلال الكلام ديالك فهمت بانه مادام ان شهر رمضان الكريم قرب من المنتظر باش يرتفع الثمن ديال التمور، لان غادي يكون اقبال قوي على التمور ان شاء الله، يعني من المرتقب انه يرتفع بصح يعني حسب استقراء ديالي للوضع الحالي انه غاديش يكون واحد الارتفاع اللي هو مهول، غيكون تقريبا ما بين 3 دراهم حتى 5 دراهم الماكسيم، هذا يعني الحمد لله ستوك كما كيعرفوا الناس راه موجود، السلعه تبارك الله موجوده، يعني كاين شويه ديال الاقبال يعني من خافض من طرف يعني من لادنس يعني الشعب، هذا اللي كيجعل ان يعني المنتوج موفر تبارك الله، يعني لي ستوك ماشي كما كنقول لك تبارك الله لي بلان عامر. بالنسبه للجوده كاين شي جوده هذا العام؟ الله يحفظك يا الحبيب، الجوده كاين، الجوده صراحه يعني كاين الحمد لله، التمور موجوده بجوده يعني، وخصوصا يعني هاد الاجراءات اللي ولاو كيديروا في المرسى، يعني هذا كينعكس يعني ايجابا بالنسبه للجوده ديال كاع المواد الغذائيه، لان فعلا اليوم تحسنات الجوده بزاف. خويا المؤذن كيقولوا بانه التمور التونسيه هي الاكثر اقبالا في السوق المغربيه، واش فعلا ولا مجرد كلام؟ ماشي 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 من واحد يعني من واحد الويشه انها هي اللي في متناول يعني الشعب، ولان الله هذا خطا، لان الاحصائيات ما كتثبت العكس، لان كاينين منتوجات مغربيه تبارك الله غير المجهول، راه الاطنا تبارك الله اللي فعلا هذا المخطط الاخضر اللي داروا انتجوا تبارك الله، راه منتوج يعني البلاد كتنتج بزاف وكتستهلك بزاف، وخصوصا الناس ولاو كيعرفوا يعني ديال البلاد راه يعني بيو يعني طبيعي 100% يعني سي والد حياك الله، وهذا صراحه يعني كاين التونسيه كاينه موجوده بواحد الوفره، بصح يعني انا كنقول لك كمحترف وكبائع تمور يعني التمور المغربيه كتباع اكثر غير مدن كيما نقولوا التمور المغربيه اللي موان شيغ بالنسبه للبودره. خويا المدن كلمه اخيره للمتابعين الكرام ديال ريفديه. كلمه اخيره سيدي رشيد، كنقول لكم حياكم الله واسد وسمين مره اخرى، والمؤدين راه ديما في الخدمه، وان شاء الله راه حنا كنجتهدوا باش ديما يعني لا ميور كاليتي تكون هنايا وبواحد الثمن اللي يكون مناسب، وان شاء الله راه حنا كنجتهدوا في هذا باش اننا نكونوا، والمهم المؤدين راه حاضر سواء بالجمله بالتقسيط، المؤدين راه حاضر وسوي بيان فوني كوم دابيتود، مرحبا سيدي رشيد تري بون جورني اي لا بروشين ان شاء الله، مرحبا الله يحفظك الله يكرمك. Thank you.
طبيعي يا بابا.